قلت عندك قاعد وتا قلت عليا عندنا محمد ايه اللي ما قبل ادي داش الميساج كان معنا بك مقبرة سيدي مأزوز العاري العتيقة، وهي معروفة أقدم وأول مقبرة في مستغانم بحيث جديد. هذا كما راك تشوف الميدان، رمي القادورات، رمي الآخر، عمل الشعوذة، قارورات تاع الخمر أكرمكم الله، الفضاء يلعب أطفال تشوف راه هنايا قدامك يلعبوا أطفال، يلعبوا هنايا كل يوم راهم يجوا أطفال يلعبوا، واحد يربي النحل هنايا، واحد راه مربي الدجاج غاديك، وواحد مخبي صوالحو هنايا، واحد يبيع ويشري هنايا. حنا هضرنا تكلمنا مع السلطات المحليه مرارا وتكرارا، نروحوا عندهم نجدوهم ولكن دون جدوى. حنا من اتصلنا رحنا للسلطات وقلنا لهم، قالوا لنا حنا ما نعسوش الموتى. انا قلت لهم انا نعس الحيين اللي راهم يهلكوا في الموتى، ماشي نعس في الموتى. الناس اللي بنتر هنايا، بنتر كملت بنتر تاع قيس ما تاع في القبورات، باب مهرس قيس في القبورات، بدل لي زورات قيس في القبورات. مزبله. هذه المقبره مساحتها تقريبا 7 قطارات، والصور تاعها ربما اكثر من 3000 متر، وفيها بوابه واحده فقط، فيها بوابه واحده اللي كل المغرب. وهذه القبورات كما نسموها حنايا هي كل تقريبا كل العائلات المصغرية مدفونه هنايا. نحاول ندير مؤسسة مصغرة خاصة بتنظيف وتنظيم والمحافظة على المقابر هذه على مستوى بلدية مستغانم. إضافة على ذلك، احنا مقبلين مع لجان الأحياء ومع الجمعيات ومع مواطنين مستغانم النبلاء جديد اللي استقبلتهم في هذا الباب، خاصة في موضوع المقابر وخاصة في مقبرة سيدي مأزوز، نحاولوا نوصلوا إلى هذه المؤسسة المصغرة، نزيدوا لها كل أسبوع يكون عندنا يوم تطوعي تتحملوا تنظموا مؤسسة من المؤسسات.